عسلامة عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملو غلاساج ميغوار. حاسيلو كيما قاعدين نشوفو ظهرلي تصور تحكي وحدها. بونجور بونجور، جيسبيغ كو سالي بيان. اجوردي نو زالون فار ان غلاساج ميغوار و جو كخوا كلي فوتو بارل دال ميم. و الغلاساج نتاعي لازمني 100 غرام ماء، 200 غرام سكر مرحي، 100 غرام كريم ليكيد فيها 30% ماتيان غراس، 150 غرام شوكولاتة بيضة ولا حليب ولا كحلة، وخمسة أوراق جيلاتين ما يقارب 10 غرامات. وإذا كان مش تعملوا شوكولاتة كحلة تعملوا 4.5 أوراق جيلاتين. في كسرونة حطيت 200 غرام سكر، عليهم 100 غرام ماء، وحطوا أوراق الجيلاتين متاعكم في الماء البارد. حطوا السكر متاعكم يذوب على نار هادية وخلطوا مليح مليح باش السكر الكل يذوب. اللي عنده ترمومتر يخلي السكر يطلع حتى 103 درجات، ما كانش ذوب ما يبدا يخو في غلوة. وبعد صب الكريم ليكيد متاعكم في السيرو وتخلطوها مليح. وبعد ما خلطوها مليح زيدوها الجيلاتين، تعصروها مليح مليح قبل ما تحطوها. وصبوا الخليط متاعكم سخون على الشوكولا. واذا كان ريتوه برد قبل ما تصبوه على الشوكولا زيدوا دفيوه شوية على الغاز، خليوه دقيقة كيكة باش يذوب وبعد تخلطوه. وتو باش ناخذو الميكسور بلونجون تاعنا ونبداو نرحيو ما غير ما نطلعو الميكسور، نخليوه اللوطه في الشوكولا ونقعدو نرحيو حتى لي ما عادش راهو حتى شويه شوكولاته، معناتها لازم كل شيء يولي متجانس. وبعد حطو عليه بابي فيلم اما لصقوه ديريكتومون على الشوكولا. حبيت نقولكم اللي الكلاصاج نتاعي عملتو بالشوكولاته الكحله. وتو باش نحطو في الفريجيدير 4 ساعة 10 دقائق وبعد باش نستعملو. وهذا الكلاصاج نتاعي كيما قاعدين نشوفو فريمون حاجة بنينة برشا ومزيانة برشا. فرانشمون جربوه ما تدموش. اذا كان مازلتو ما اشتركتوش في القناة اشتركو، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يخطركم كل جديد. بسلامة وان شاء الله قريب في فيديو جديدة. Et voilà, mon glaçage miroir est prêt. Franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Il est vraiment excellent. J'espère que vous allez essayer de le faire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci et à bientôt pour de nouvelles recettes.